قلنا من خصائص سيدنا النبي ومن شمائل سيدنا النبي ان الحصى كان بيسبح في ايد مين؟ سيدنا النبي، صح ولا لا؟ وقلنا كمان ان من شمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء كان ينبع من بين اصابع سيدنا النبي. وقلنا من شمائل سيدنا النبي ان الحجر كان يسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجارة كانت بتسلم على سيدنا النبي، وكانت تحبه الحجارة، فكان يقول: أحد جبل نحبه ويحبنا. ده إيه؟ ده جبل. قلنا للجمل اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له شمائل وخصائص عظيمة جدا. لازم إن احنا نعلم أبنائنا من هو سيدنا النبي، من هو خير خلق الله، من هو الذي قال فيه سيدنا حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. طيب خد بقى كده كمان عندك، بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي وانت قاعد بحب كده، والله 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 لو عشت مع سيدنا النبي بالحب سترى عجبا عجابا في حياتك. القلب ما يبقاش في قسوة. صلي على سيدنا النبي وتذكر سيدنا النبي، انت تقول الله، تذكر ربنا الأول. على فكرة انت بتذكر ربنا ايه الأول؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله أو صل على محمد كما يحلو لك، ولكن أنا من باب التأدب مع سيدنا رسول الله أقول اللهم صل على سيدنا رسول الله. طيب على اختلاف بيننا وبين من يقول ما تقولش سيدنا النبي، قول محمد، ما فيش مشكلة. طيب اللي هيعيش مع سيدنا النبي ولو عنده هم بركة سيدنا النبي والصلاة على سيدنا النبي ربنا هيفركي عليه. والله لو كانت همومك كالجبال ولزمت الصلاة على خير الرجال صلى الله عليه وسلم لزابت همومك ذوبا، هتذوب كده. لو عندك مشاكل الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على سيدنا النبي ربنا هيفركها لك. لذلك من خصائص سيدنا النبي إن الواحد فينا له عينين. له إيه؟ عينيه بيشوف بيهم. لو واحدة تعبت هيشوف 50%، لو الاتنين كويسين هيشوف 100%. والواحد فينا بيشوف قدامه بس، لذلك لما يجي واحد ينادي عليك يقول لك: يا عم فلان تتني جاي باصص له كده، يا دكتور تبص له كده. كثير الالتفات، الواحد العادي كثير الالتفات، يبص شمال ويبص يمين ويبص ورا ويبص كده. أما سيدنا النبي لا، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يلتفت أبدا. تخيل بقى واحد كده ما بيلتفتش لا كده ولا كده ولا كده، لا، فكان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه عنده خاصية مش موجودة فيا ولا فيك، خاصية أنه كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه. صلوا عليه. سيدنا النبي بيقول: أيها الناس استووا، في الصلاة يعني، استووا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. بس فسيدنا النبي كان بيشوف. هتقول لي بيشوف ازاي؟ ده هو له عينين، وربنا بيقول في القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هو انت زي سيدنا النبي؟ هو سيدنا النبي بشر وانت بشر، ولكن رسول الله يوحى إليه. قل إنما أنا بشر إيه؟ مثلكم، ولكن يوحى إليه، مش بشر مثلكم وخلاص، لا، في فضيلة تانية.
قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق بقى يوحى إلي. فسيدنا النبي لما كان بيشوف من إيه؟ من قدام زي من وراء. لذلك لم يكن يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي يعني خصيصة من خصائص سيدنا النبي، وخلق من أخلاق سيدنا النبي، وشميلة من شمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده احنا عايزين في شهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتفي ونحتفل بميلاد رسول الله بذكر خصائصه وشمائله صلى الله عليه وسلم، وبالتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده أنا هقول لحضراتكم النهاردة، أنا جايب معايا كتاب اسمه أنوار الحق. اسمه إيه؟ أنوار الحق.